الإنسان يقتضي أن تكون هناك رعاية واحتضان لهم وتوفير ظروف السكن في حدها الأدنى لهم. موقف الإنسان النبيل الذي وقفه الشعب السوري مع أبناء الشعب العراقي في أثناء المحن التي مر بها. مسألة ما يطرحه البعض من وجود تخوف من تسلل مجاميع إرهابية بسبب هذه الظروف لا يعفي من تحمل المسؤولية الإنسانية تجاه هؤلاء، فإنه يمكن اتخاذ الاحترازات والإجراءات الأمنية التي تمنع هذا التسلل، لكن هذا لا يعطينا العذر أن نهمل هؤلاء المواطنين.